من جديد نلتقي مشاهدينا الكرام، نعرض لكم المعلومة مفيدة ممتعة ونكشف خلف كل قصة قصة أخرى، فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: التعليم الجامعي قنبلة موقوتة في بلد ملغوم، الكاريكاتور الفن الصحفي الأكثر تأثيرا والأقل حضورا، الاتصالات في عدن همزة الوصل التي كانت تربط بين شرق وغرب أكبر إمبراطورية في التاريخ. كل يوم جديد تشرق شمسنا بفعالية وأنشطة في مدينة تحاول أن تسترد بعض ما ضاع منها بين زوايا التاريخ. لنتابع. ناقشت ندوة حقوقية في العاصمة المؤقتة عدن واقع الحقوق والحريات في المدن اليمنية في ظل استمرار الحرب التي تشنها ميليشيا الإنقلابيين منذ نحو عامين. الندوة التي نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء استعرضت التقرير الحقوقي الذي تم عرضه مؤخرا في مؤتمر جنيف حول الانتهاكات التي تم رصدها في عدد من المحافظات اليمنية. استعرضت رئاسة جامعة عدن الآلية الجديدة لعملية القبول والتسجيل التي من المقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2017-2018، وسبق وأن شكل مجلس الجامعة لجنة أكاديمية خاصة لوضع سياسة جديدة لعملية القبول بالجامعة، وبما يتواكب مع الحاجة والتطورات الجارية والطاقة الاستيعابية لكل كلية. جامعة عدن جامعة لها مكانتها في التاريخ، وضع الجامعة اليوم وأهم التحديات التي تواجهها، هذا ما نطرحه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. لم تعد منظومة التعليم الجامعي كسابق عهدها، ثمة متغيرات أفرزتها الصراعات السياسية ألقت بظلالها على واقع التعليم بشكل ملحوظ وأثرت سلبا على مستوى المخرجات. استهتار الطالب، لم يعد ذلك يعني الطالب الذي يدخل الجامعة من أجل أن يتعلم ويحصل على الشهادة والخروج إلى مجال العمل. الطالب الجامعي يعني يعتمد إن لم يكن 90% 100% على المدرسة، ولا يعتمد على الكتاب، لا يعتمد على الجامعة، لا يعتمد على وسائل التقنية المتوفرة في توفير المعلومات، وهذا ما يجعل التعليم يعني عرضة للضعف، كنتاج للضعف العام للمنظومة السياسية بكاملها. المشكلة تكون أساسا موجودة عند الطالب من الثانوية العامة اللي تخرج منها، هي تكون المشكلة من البدايات الأولى. غير كذا أنه أكثر الطلبة مع الأسف الشديد عندهم مسألة القراءة والاطلاع يعني معدومة صفر. يفتقر التعليم الجامعي للمعالجة الشاملة، لا سيما مع تعقيدات المرحلة الراهنة التي أضعفت إلى حد كبير المؤسسات الجامعية وأفقدتها القدرة على استيعاب المتغيرات ومواكبة المستجدات. قضايا عدة، أهم هذا القضايا الجانب الإنشائي والتعميري. عدم الجانب التطبيقي يعني في قسم الصحافة والإعلام، في وسواس كان في تخصص الصحافة، لو وجد أي مطبوعات يمارس عليها الطالب الجانب التطبيقي والعملي، أو سواء بالإذاعة والتلفزيون لو توجد إذاعة محلية داخل الجامعة لتغطي يعني العملية التطبيق، سواء بالعلاقات العامة، فغياب الجانب التطبيقي شكل عائق كبير أمام الطالب الجامعي ووقف عثبة أمام تحدياته وطموحه. أوضاع الاقتصادية الذي أثرت بشكل كبير على الطلاب، نلاحظ تغيب كبير من قبل الطلاب بالمحاضرات نتيجة للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، أزمة الرواتب، بعض الأسر لم تحصل على رواتبها لأكثر من 3-4 أشهر، بالتالي الطالب لا يتمكن من أن يأتي مثلا في من مديرية إلى مديرية أخرى بسبب غلاء الأسعار، غلاء المشتقات النفطية، غلاء المواصلات. التعليم الجامعي إجمالا في عدن والمدن اليمنية عموما يواجه تحديات صعبة في ظل الإقبال المتزايد على الجامعات والتدهور المتسارع لمستوى التحصيل العلمي، وهو ما يستدعي مخاوف تنذر بإنهيار المؤسسات الأكاديمية التي باتت تعاني من معضلة أمية المتعلم وقدم مناهج التعليم. أبرز هذه الإشكاليات هي عدم تحديث المناهج، الكثير من المناهج تدرس من عام 1995، نتكلم عن كلية الآداب، هناك الكثير مناهج كلية الآداب لم يتم تحديثها
الى ما بعد 2000. يجب ان تكون هناك العديد من التغييرات على مستوى الملازم، على مستوى المحاضرات، على مستوى الافكار حتى تتناسب مع عقليه الطلاب الجديده. بالنسبه للمنهج فقال المنهج قد عفى عليه الزمن، فالمنهج اللي ندرس نحوه نفس المنهج اللي درسه الدكتور قبل 20 سنه. حاجة التعليم الجامعي إلى إصلاحات شاملة تواكب التطور وتلبي الاحتياجات باتت ضرورة ملحة وحاجة لا تحتمل التأجيل، وبدون ذلك ستظل الجامعات فاقدة للأهمية ومخرجاتها ستكون كارثية المصير على بلد يتصدر عالمياً قائمة البلدان المتأخرة علمياً. الدكتور خضر الأسوار رئيس جامعة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نناقش أهم المشكلات والتحديات التي تقف أمام جامعة عدن، وهي جامعة لها مكانتها في التاريخ. دكتور، بداية كيف تقيمون عمل جامعة عدن في ونحن في بداية الربع الأول من القرن 21؟ أولا نشكركم ونشكر قناة بلقيس والعاملين عليها، وكذلك كل المشاهدين الذين يتابعون هذه القناة. فيما يخص طبعا جامعة عدن، جامعة عدن هي مرتبطة أساسا بهذه المدينة، مدينة عدن الباسلة. جامعة عدن التي تأسست في عام 1970، هذه الجامعة التي نتشرف بتبوئنا مركز رئاسة الجامعة مع أيضا زملائي نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، والذين اعتز أيضا أن احنا أيضا خريجين من هذه الجامعة، الجامعة التي هي موقعها ومكانتها عزيزة على قلوبنا، ولها دور أساسي وبارز أيضا في رفد المجتمع بكثير من الكوادر، واكتسبت أهميتها من هذا المنطلق أنه كثير من كوادر هذه الكلية هم منتشرين في أكثر من المرافق الدولة على شكلها. نعم دكتور، هذا في مكان، لكن اليوم مثلا هناك تقييم يصدر سنويا من جامعة شنغهاي في الصين، هذا التقييم أسقطت منه أو سقطت جامعة عدن من التقييم الدولي، نريد أن نعرف حقيقة هذه الأخبار وكذلك الأسباب الواقعة خلف هذا السقوط من التقييم الدولي لجامعة عدن. تحدثنا في هذا الموضوع حول المعايير الأكاديمية، واللي هي هناك في معايير لكل كلية أو لكل جامعة على مستوى العالم، هي معايير نسبية التي نتحدث عنها، واللي تحدثوا عنها أنه عدن صادر، حتى في نسمع بعض الأحيان في مقولات في الواتس أو غيرها بأنه عدن خرجت من التصنيف الدولي وخرجت، وهذا غير صحيح. أولا هي عملية أنه كيف تصنف هذه الجامعة أو تلك، مدى يعني تبوؤها مكانة متقدمة في التصنيف الدولي، للأسف هو مش بس جامعة عدن، هي جامعات أغلب الجامعات العربية والإسلامية، في خاصة لما تضعها في مصفوفة أو في تصنيف دولي عالمي محايد. لكن عندما تقوم بعض الدراسات بعض المنظمات وتعمل بعض المؤشرات، هي تخترع المؤشرات. نحن مثلا اللي أثر علينا خاصة في جامعة عدن وكل الجامعات اليمنية هي في فترة الحرب والانقطاع الذي حصل مع بينها وبين الجامعات الأخرى، هذا يعتبر أحد المؤشرات أنه لا تصلنا تقارير عنهم ولا تصلنا أيضا مخرجات عنهم، ويعتبروها مجنبة. لكن جامعة عدن لا زالت موجودة. أنا كنت في اجتماع رؤساء الجامعات الاتحاد الإسلامية في الرباط، وأيضا حضرت مؤتمر الجودة في أسيوط في مصر. عدن يشار إليها بلبنان، جامعة عدن. نتحدث الآن عن ميزانية جامعة عدن، كيف تجدون هذه الميزانية وهل هي تكفي بمتطلبات الجامعة؟ طبعا ميزانية جامعة عدن تحدثنا عنها أيضا من سابق، وعملت بعض الرسائل إلى الحقوان في الحكومة وإلى أيضا رئاسة الجمهورية. وصلت ميزانية جامعة عدن في عام 2014 و15 و16 إلى 13% من إجمالي ميزانيتها العامة، كانت تصرف فقط الرواتب للموظفين الأساتذة والأستاذ المساعدين، ولم تضاف إليها خاصة في مجال البند الاستثماري في مجال التسويات وحقوق الموظفين، كانت هذه بنود مصفرة ومغلقة. الآن مع بداية 2017 تم وضع ميزانية تشغيلية متكاملة لجامعة عدن، وتم مناقشتها مع الأخوان في الخدمة المدنية ووزارة المالية في المحافظة. والشيء الجميل أنه الحكومة متواجدة في عدن، الوزراء في مكاتبهم، تم النقاش مباشرة معهم وتفهموا الوضع جامعة عدن
ولدورها ايضا الاستثنائي خاصه ايضا في فتره الحرب، ودورها الذي هو مستمر كانت خصوصيه لهذه الجامعه. طبعا هي الجامعه المتواجده او منتشره كلياتها في محافظات لاحق وابين والضالع وشبوه، هناك اكثر من 10 كليات في المحافظات الريفيه وتخضع لجامعه عدن. هذه الخصوصيه ايضا التي تخص جامعه عدن تفهمها الاخوه الوزراء في الخدمه المدنيه في وزاره الماليه، وتمت الموافقه على عوده واعاده الميزانيه لجامعه عدن، وان شاء الله من شهر مارس تبدا استلامنا لهذه الميزانيه ان شاء الله. هل ضمن اجندتكم وخططكم المستقبليه الاصلاحات لمباني الكثير من الكليات، خاصه بان هناك كليات لها العديد من السنوات وتحتاج الى صيانه، وكذلك هناك بعض الكليات تحتاج الى اعاده بناء؟ اولا انا اشيد بدور طلابنا ودور اساتذتنا في الجامعه بانهم تم اعاده الدراسه سواء كان في العام الماضي وهذا العام على أكمل وجه. كل الكليات الآن تعمل دراسة فيها بما فيها حتى الكليات التي تضررت مباشرة من الحرب، منها كلية الضالع، كلية زنجبار، كلية التربية الشبوة والنفط، وأيضا كلية الزراعة، هذه الآن تعمل بوتيرة عالية خاصة من الناحية الأكاديمية. هناك بعض الترميمات وإعادة الإعمار أو التأهيل لبعض الكليات، وهي اختصت بها الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي، ايضا اللجنه العليا للاغاثه الكويتيه، حاليا الان مركز الملك سلمان في تواصل، واليوم في اجتماعنا هذا في مجلس الجامعه وحضور ايضا معالي وزير الاخ وزير التعليم العالي، تم تسليمهم يعني اهم الاحتياجات لاعاده تاهيل الكليات بما فيها المختبرات، لانه كثير من المختبرات والمعامل يعني نهبت في فتره الحرب. نعم. الان هي مصفوفه متكامله لدينا، وهناك لجنه برئاسه الاستاذ ابو بكر بارحي مدير مركز الاستشارات الهندسيه في الجامعه، مصفوفه متكامله تقدمنا بها الى الاخوان في الحكومه، ونحن جاهزين في جامعه عدن فيما يخص وضع الدراسات. نحن نطمح الى اكثر من كذا. نعم دكتور حسن، ليست عادة التأهيل، نحن بحاجة الى انشاء بعض الكليات الجديدة، منها اللي نحن في فناها اللي هي كلية الأسنان توسعها، بالإضافة الى كلية التمريض والمختبرات، وايضا كلية الصيدلة وكلية العلوم. هذه كليات اللي نحن في خطتنا القادمة، وهي تسجل ضمن إعادة الإعمار. إعادة الإعمار هنا غير إعادة التأهيل، التأهيل هذه مسائل ترقيعية في هذا الكلية أو في تلك شبابيك أو حمامات أو غيرها أو طلاء، لكن كمشاريع يعني منها ما عندنا نركز على مشروع بناء وإنشاء قاعات مؤتمرات. كما تعلمين أنه إحنا بنتحدث عن جامعة عدن، إحنا بنتحدث عن محافظة عدن، إحنا بنتحدث عن أقليم عدن، ونحن بصدد أنه جامعة عدن دورها ويكون يجب أن يكون أيضا ريادي. قاعة مؤتمرات الأوضاع التي نعم قاعة المؤتمرات لدينا خطة بناء أحد القاعات في مدينة حور مكسر قريب من الحرم الجامعي من المبنى الرئيسي للجامعة، وأيضا في مدينة الشعب، وهناك أيضا في الحرم الجامعي الدراسات اكتملت. أعطينا هذه الدراسات للأخوان في الحكومة في قيادة المحافظة، وأيضا بعض منظمات المجتمع المدني خاصة الداعمة منهم الأخوان الأتراك، وأيضا الأخوة في لجنة الإغاثة الكويتية، وأيضا الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي. إحنا بصدد خلال هذا العام طموحنا لإنشاء ثلاث قاعات متكاملة متعددة الأغراض، قاعات مؤتمرات على مستوى عالي، والدراسة موجودة لدينا، وهي بتكلفة لن تكون مرتفعة وتفيء بالغرض، وستكون أيضا لصالح الجامعة ولصالح المحافظة والبلد بشكل عام. العاصمة الآن هي عاصمة البلد، وبحاجة إلى بنية تحتية، ومنها هذه القاعات يجب أن تكون متواجدة إن شاء الله. تتكرر معاناة الطلاب في جامعة عدن سنويا، نسيما في فصل الصيف خاصة في فترة الامتحانات، ونحن لا نبالغ إذا قلنا أن الطالب يخرج من الامتحان ودفتره مبلل تماما من كثرة العرق، حيث لا توجد هناك تكييف ولا يوجد هناك مولدات في أغلب الكليات. هل هناك خطط مستقبلية لتوفير لهذه الكليات المولدات
حتى يستطيع الطلبة أن يدرسون أو حتى أن يمتحنوا في جو مناسب للامتحان؟ أشوف الطالب معاناتهم داخليا وخارجيا، معاناتهم في الداخل، وهم الجامعة عدن مثلها مثل بقية المؤسسات ومنا حتى منازلنا. لا يعني من القطاعات الكهربائية وغيرها. الدفاتر تخرج مبتلة تماما من عرق الطالبة والطالبات. وأنا حضرت في امتحانات بعض الإعادة في بعض الكليات، وهو في فصل شتاء وعند انقطاع الكهرباء فعلا معاناة. نحن في نفس المصفوفة اللي تقدمنا بالأخوان في الحكومة، منها الذي هي إعادة تأهيل القاعات والمكيفات بما فيها أيضا حتى مولدات كهربائية. مولدات كهربائية ندخل بعدين في موضوع مسألة المشتقات، الوقود لتمويل هذه المحطات، لكن أنا أعتقد أنه إحنا ضمن إطار المنظومة للأخوان في الحكومة لمساعدتنا في خاصة لأنه مسألة التيار الكهربائي هي مسألة سيادية، مسألة عامة. لكن فيما يخصنا كقاعات ومحاضرات ممكن احنا في ضمن الصفة اللي تقدمنا بها هي شراء مولدات للكليات ولبعض القاعات. كيف تقيمون الأنشطة الطلابية في جميع ومختلف كليات جامعة عدن؟ الأنشطة الطلابية تعرف هي مرينا بمرحلة حرب وركود، وحتى ما قبلها كان في 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 تأزيم والناس لا مبالاة، وأيضا في نوع من الفتور. نعم العام اليوم احنا في حد في اجتماع على مجلس الجامعة الدورة الثانية قررنا إعادة العمل بأسبوع الطالب الجامعي، وإن شاء الله بيكون في منتصف أبريل يعني بعد الشهر ونص. وهذا الأسبوع الطالب الجامعي يعنى بأنشطة كل الكليات، هناك بتكون أنشطة رياضية، أنشطة فكرية، مسابقات رياضية في الشعر، في القصة، في الأغاني، في الرقص، فيها برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ونواب عمداء الكليات لشؤون الطلاب وأيضا مدراء الأنشطة الرئيسية. وهناك تقدموا بخطة اليوم تم إقرارها والعمل عليها منذ يومنا هذا. قامت بعض الكليات منها كلية الحقوق ومنها كلية العلوم الإدارية بعض الأنشطة الرياضية، وحضرنا فيها منها دوري الشهداء في كلية العلوم الإدارية وأيضا في كلية الحقوق منافسات، واشترك كثير من الطلاب بما فيها الطلاب المنتسبين للكلية من ذوي الاحتياجات الخاصة المكفوفين وشاركوا بفعالية في هذه. هناك أنشطة تعتمل، هناك يعني الأمور تبشر بخير في المحافظة، في الأقليم، في الجامعة، وننظر بأمل بطلابنا، ننظر بأمل بهذه المحافظة تنهض من جديد وتعود. وعلى فكرة هو أيضا حتى شعار أسبوع الطالب الجامعي أنه عدن يعني تنهض من جديد، عدن تنتصر إن شاء الله. نعم إن شاء الله. فيما يتعلق بوضع المتعاقدين والمنتدبين لجامعة عدن ورواتب الأساتذة، كيف يعني تنوون أن تتعاملوا مع الوضع، مع هذا الوضع، خاصة في ظل مثل ما ذكرتم بأن الميزانية التشغيلية للجامعات سوف تتحسن؟ هو دي في ده موضوع آخر، موضوع وظائف. لكن فيما يخص الميزانية هي بندخل فيها موضوع استحقاقات تسويات الأساتذة، الأستاذ المساعدين الذين هم عادوا من تأهيلهم من الخارج ورواتبهم لا زالت 50% مقطوع الراتب كامل. هذه هي بينما كانتهم الأكاديمية ارتفعت، يعني ارتفعت وتبوّوا لا زالت رواتبهم في الحد الأدنى. نحن استوعبناهم في هذه الميزانية وإن شاء الله يعني هذه بتحل. لكن موضوع المتعاقدين أو موضوع المنتدبين، لأن هذا موضوع مرتبط بسيادة الدولة خاصة في حولة في موضوع التوظيف والشواغر الوظيفية، وأيضا نحن عملنا لهم خاصة زملائنا. هذا موضوع خارج عن نطاق وصلاحيات رئاسة الجامعة. أيوة نعم، لأن هذه ضمن سياسة الدولة خاصة عملية التوظيف، لكن نحن في إطارنا في الجامعة عملنا لهم على قرارات داخلية أكاديمية تحفظ لهم حقوقهم من ناحية تأهيلهم، من ناحية يعني ما 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 يمس أو ما يحصل عليه الأستاذ أو الأستاذ المساعد في الجامعة من تأهيل، من إعفاءات في بعض الرسوم، هو أيضا المنتدب وغيره، وحتى ترفيعه من موقع مثلا من معيد إلى أستاذ مساعدة له الحق في أن يعمل بعض الدراسات التي تمنحه درجة أعلى في مرتبة العلمية. ما هي المعايير المعتمدة لابتعاث الطلاب والمنح الدراسية خارج اليمن؟
فيما يخص المنح، هو لدينا توجد دراسات في الداخل لنيل الدكتوراه والماجستير والدبلوم متواجدة لدينا وتمنح من جامعة عدن. في هناك منح دراسية أخرى، نحن في اجتماعاتنا السابقة وجدنا أنه بعض التخصصات هي ممكن تدرس محليا، فاتخذنا قرار في مجلس الجامعة على أنه التخصصات والمساقات التي ممكن تدرس محليا بحكم ما تعانيها البلد من كثير من الظروف الاقتصادية، وأيضا حتى أنا عندي في تقديري أنه الشخص عندما يسافر للخارج هو يلاقي متعب جدا، عندما يحصل على دراسة محلية هو أفضل، خاصة إذا كانت متوفرة له شروط التدريس من مختبرات نظرة المجتمع وقيمة. التي أصبحت تنظر الشخص الذي حصل على الشهادة من الخارج بصورة احترام أكثر من الشخص الذي حصل على شهادته من الداخل. نحن كلنا نحن خريجين يعني من الجامعات، وهذا لا نشكك ولا نقلل من أهمية أي زميل تخرج من جامعة عدن أو من بعض الجامعات المحلية، بل يكاد يكون بعض الأحيان يكون هي فردية شخصية ذاتية، ممكن تدرس أنت في أي موقع في أي دولة، هي يعتمد على الشخص نفسه، لكن عندما دراستك بحاجة إلى تقنية مختبرات ولا تكون موجودة هنا. فلهذا احنا كانت زيارتنا الأخيرة إلى الأخوان في المملكة المغربية، وزرنا وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات منها في مدينة فاس ومدينة تطوان وطنجة، أبدوا استعدادهم الكامل لإعطاء جامعة عدن منح مجانية سواء رسوم التسجيل وهي رسوم زهيدة، ونحن ركزنا على أنه المنح التخصصات التي سوف نبتعثها هي من التخصصات المساقات التي لا توجد لها إمكانيات لتدريسها محليا، أما بقية المساقات فهنا قرار من مجلس الجامعة بأنها تدرس وتحصل الدرجات محليا في مجال الفيزياء، مجال الكيمياء، مجالات أخرى. نحن حصلنا الحمد لله على هذه المقاعد، وسوف نلتقي بالأخوان في نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي لعمل الشروط فيما يخص هذه المنح اللي هي تكاد تكون علمية أكثر مما هي نظرية، فهذه المؤشرات والاشتراطات سنعملها وستكون مقنعة للكل. وحتى أنا لقينا في أخواننا في اجتماعاتنا اليوم في مجلس الجامعة مدى الرضا على أنه هذه التخصصات التي تحمل تبعات سواء أو عبء على الجامعة عبء على الدولة بأنها ممكن تدرس محليا، ويكون الواحد يدرس راتبه مستمر وهو عند أسرته ودرجته أيضا محفوظة وممنوحة له، ويترقى علميا وترقى أكاديميا أسوة بأي زميل آخر. دكتور، كيف تقيمون مناهج وبرامج جامعة عدن الآن؟ هل هي بحاجة إلى تطوير وتحسين وتجديد لهذه المناهج؟ المناهج أنا تحدثنا عنها في لقاءات في أكثر سواء كانت صحفية أو تلفزيونية أو مع زملائنا، هي بحاجة إلى تحديث، ومش بس المناهج حتى اللوائح اللي مدى تطبيق اللوائح موجودة عندنا في الجامعة ومدى شكلت في شكلت لجان، وأعطيناها فترة من 3 أشهر إلى 4 أشهر، فترة طويلة بحيث أنها ما تكونش لجان باللجان العادية بأنه مجرد أنه تجميع ورق، ده لا، لجان تفحص من جديد وتعيد، خاصة في مجال الهيكلة، في مجال المواد بشكل عام، المنهاج في كثير من المساقات بيتم إعادة النظر فيها بما يتلائم أيضاً واحتياجات المجتمع. نحن دائما بنقول انه الجامعه هي لازم يخرج الخريج جاهز للمجتمع للخدمه، وليس عاده يروح المجتمع ويكون عبء على المجتمع ويكون مجرد يعني خريج نظري، ولا، يجب ان تكون كثير من الكليات مرتبطه بالمجتمع وبحاجه المجتمع، لانه الجامعه هي في خدمه المجتمع وفي خدمه الوطن. الدكتور خضر لصوار رئيس جامعة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. كانت أول عملية اتصالية في عدن قبل أكثر من 1.5 قرن من الزمان، اعتبرت مدينة عدن وقتها من أوائل المدن في شبه الجزيرة العربية التي شهدت نهضة في الاتصالات السلكية واللاسلكية. لنتابع.
في عمق المحيط وعبر كابل بحري مغطى بأسلاك فولاذية، شهدت عدن أول عملية اتصالية قبل نحو قرن ونصف من الزمان. في العام 1869 للميلاد أبحرت باخرة بريطانية من المحيط الهندي باتجاه خليج عدن لمد كابل تلغرافي بحري بين عدن وبومباي الهندية كأول مشروع اتصالي يربط بين شرق وغرب الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس. واختيرت عدن لتكون مركزاً للتحكم والسيطرة وحلقة الوصل بين العالم. مثلت هذه العملية التراسلية خارطة مفصلية هامة لأول تجربة في مجال الاتصالات الدولية عبر كابلات ممتدة بين عدن وعواصم آسيا وشرق أفريقيا وجزر المحيط الهندي ومن ثم أستراليا وعواصم دول أوروبا. في العام 1926 للميلاد وبعد إرسال ماركوني أول اختبار لإشارة الراديو وتطوير الموجة القصيرة تطورت الاتصالات عالمياً وفي عدن أيضاً بدأ العمل بنظام الراديو تلغراف. جاءت الحرب العالمية الثانية ومعها تضاعف النشاط الاتصالي في مدينة عدن وبلغت عدد البرقيات التي كانت تستقبلها يومياً أكثر من 3000 برقية بعد أن كانت لا تتجاوز 100 برقية قبل هذا التاريخ. في خمسينيات القرن الماضي بدأ التوسع في نظام اللاسلكي وأنشئت شبكة من الهوائيات على جبل هيل في التواهي جنوبي عدن ودوائر تلغرافية لاسلكية جديدة بين عدن وأديس أبابا وعدن والبحرين وجابوتي وبربرة ودوائر داخلية بين المدن اليمنية. وكما كان لها قدمها أخذت الاتصالات في عدن نصيبها من التطور وأصبح بالإمكان إرسال الصور التلغرافية والوثائق والخرائط والتصاميم والبصمات والشيكات عبر جهاز الفاكس القديم خلال الأعوام الأخيرة من فترة الاستعمار البريطاني. في القرن العشرين وبعيد استقلال عدن وخروج الاستعمار البريطاني توقفت شركة البرق واللاسلكية البريطانية عن العمل وأنشئت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية في عدن واستبدلت السنترالات القديمة بأخرى متنقلة وأدخل التلكس الآلي وشبكة مايكروويف ومعها توسعت خدمة الاتصالات لتغطي أغلب المدن اليمنية. ذلك التاريخ الطويل لنشأة الاتصالات في عدن وتطورها لم يكن ليعرف مرحلة انقطاع وتوقف للخدمة كتلك التي عاشتها عدن مع اجتياح الميليشيا الانقلابية للمدينة في النصف الأول من العام 2015 للميلاد وعمدت معها إلى قطع خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت لعدة أشهر أبقت فيها المدينة معزولة عن محيطها والعالم دون أدنى اعتبار لمكانتها التاريخية. ظلت عدن سنترال التحكم والاتصال بين أطراف الإمبراطورية البريطانية منذ القدم وحتى بداية عصر الأقمار الصناعية لتثبت للجميع أنها فعلا مدينة التطور وعاصمة التعايش والسلام.
تظل عدن جوهرة نادرة لما تتميز به من عمق في التراث والحضارة. يعد الكاريكاتور من أجمل الفنون الصحفية وأكثرها جذباً للناس. أحمد يحيى امتهن هذا الفن وأبدع فيه. وجه المدينة لهذه الحلقة. الكاريكاتور أحد أهم الفنون الصحفية التي لا يتقنها إلا النادر من الصحفيين والإعلاميين في اليمن، وأحمد يحيى واحد ممن احترف هذا الفن وأحد أشهر فناني في العاصمة المؤقتة عدن. يعمل أحمد يحيى منذ ما ينيف عن العقدين في هذه المهنة الصحفية العصية على أغلب الصحفيين، ويكاد يكون الرسام الكاريكاتيري الوحيد في مدينة عدن التي عرفت الصحافة والإعلام قبل نحو قرن من الزمان. طبعاً أنا مخرج صحفي في صحيفة 14 أكتوبر ورسام من الشئتي، رسام أصلاً. مخرج صحفي لابد، ويعني لابد أن يكون رسام فنان، لأن الإخراج الصحفي يشتي إبداع ويشتي تشكيل، وبالعناوين في توزيع الصور في أظهار الصحيفة مظهر جيد. بعد ذلك بدأ تشجيعي كرسام كاريكاتير، تشجيعي ومن قبل زملائي والأستاذ معروف حداد الله يرحمه وشكيب عوض ومحمد حسين محمد في صحيفة 14 أكتوبر، لازم سطا حيدر كلهم الله يرحمهم طبعا، بدأوا بتشجيعي أرسم كاريكاتير. بدأت أتمرس شوية شوية، بدأت أول كاريكاتير في صحيفة التجمع الوحدوي الله يرحمه الأستاذ عمر القاوي، ورجعت إلى رسم الكاريكاتير كخفيف يعني مبتدئ. طبعا رسام الكاريكاتير الأول كان معنا الله يعطيه العافية الأستاذ عدنان قمن، معي الله يرحمه الأستاذ محمد سعيد برضه رسام كاريكاتير. من بعدها حرب 94 توجهت إلى القاهرة، بدأت في العمل هناك كرسام كاريكاتير، وبعد ما عدت في 2001 عدت إلى صحيفة 17 أكتوبر، وبدأت الكاريكاتير فعليا في 2005 في صحيفة الأيام، أيام المرحوم الله يرحمه هشام باشا راحل، واستمريت إلى حين إغلاقها. لا يحضر هذا الفن كثيرا في الصحافة المحلية ولا يحظى بكثير من الاهتمام، بالرغم من كونه الأكثر تأثيرا من بين الفنون الصحفية والأسرع في إيصال الرسالة الإعلامية. رسام الكاريكاتير الآن معدومين، ما فيش، أنا الوحيد الآن اللي أرسم. أيضاً القمام في صنعاء محمد سعيد الله يرحمه، بس الكاريكاتير طبعاً مواضيع هادفة وبسيطة توصل الفكرة للقارئ يعني المثقف العادي. الكاريكاتير لازم يكون هادف بكل معاني، زي أنا لما أرسم الكاريكاتير لازم يكون مكتمل صورة رسماً وفكرة وخط، عشان كل إنسان مبسط يفهم الكاريكاتير. أن تختصر رسالة إعلامية هادفة برسم كاريكاتوري ليس بالأمر السهل كما يبدو بالنسبة لكثيرين، بل هو عمل غاية في الصعوبة مقارنة ببقية الفنون الصحفية الأخرى. حساس إلى أقصى درجة، يعرف تعبير الوجه، كل شخص يحس بمعاناة المواطن. طبعا أنا كمواطن طبعا إحساسي من إحساسهم، معاناتي معاناتهم، أنا ما جيت من كوكب آخر، نفس المعاناة اللي نعاني. لابد أن تحتك بالمواطنين أنفسهم، ما تجلس مع الطبقات العليا، مع الناس البسطاء، تفهم همومهم، توصل رسالتهم، يحبوك لأنك توصل رسالتهم. رسام الكاريكاتور له مهارة خاصة تميزه عن بقية الصحفيين، إضافة إلى القدرات الفنية والذهنية التي تختلف من رسام لآخر. رسم الكاريكاتير إلهام يجي من الله، معاناتك معاناة الناس، ممارسة العمل اليومي خلاص لا بهذا الشكل. يؤمن الرسام أحمد يحيى بأهمية ما يقوم به،
ويعشق كثيرا هذا الفن الصحفي الذي لا يعود عليه بالكثير من الدخل، لكنه بات بالنسبة له مهمة إنسانية ومسؤولية أخلاقية في نقد الأوضاع والانتصار لقضايا الحقوق والحريات. أهم شيء نوصل رسالة بأمانة. نحن تعبانين مادياً فوق هذا وذاك نكافح، بس يمكن هذا رد فعل حلو لنا. ليش؟ لما تحس بالمعاناة تبدع أكثر. فهم عشان كذا حكومتنا ومسؤولينا يقول لك خليه يحس مشان يبدع أكثر. كغيره من الصحفيين يلتزم رسام الكاريكاتور بسياسة الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، ويواجه في ميدان العمل الكثير من العراقيل والتحديات التي تكون بالنسبة لكثيرين دافعاً نحو التميز والإبداع، كما هو حال أحمد يحيى. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.